الجزاء هنشوف محمد عطوة ولا عبد الرحمن فاروق بايده بيتعامل في الكره اللي فاتت، وحسني فتحي اللي عامل مجهود كبير في حاله الرغبه بتاعته ان هو ما يتقدم ويزيد لقدام. بص اللعبه اهي ودخل مروان، هو اللي عمل ركله الجزاء، مروان النجار، مروان النجار اللي اتزحلق وبايده بعد ما كان عبد الرحمن فاروق هو اللي بيتزحلق على رجل كده حسني فتحي، وادي مروان النجار الراجل كان حسدناه في تواجده الدفاعي مع محمد عطوه النهارده على فراوده ايناسيو. وركله جزاء مع الدقيقه 81، 1-0 لنادي الزمالك عن طريق مصطفى فتحي، وركله جزاء مع اخر 10 دقائق صحيحه 100%. باسم مرسي اللي لسه نازل هو اللي خد الكوره، 6 جوان جاي في قائمه الهدافين ورا ستانلي، الاثنين جايبين 13 جون من الاهداف اللي سجلوها الموسم الحالي، 40 هدف قبل الجون بتاع النهارده، يعني 41 جون بالهدف اللي جابه فتحي. وهنشوف ركله الجزاء، باسم، باسم جول جول جول، ثبت كده الهاني سليمان وحطها له في وسط المرمى. وادي باسم مرسي باللوك بقى، اخر لوك لباسم مرسي، اللوك الجديد، باسم، باسم هدف مع الدقيقه